دعمنا كل الفرق التونسية حتى ربما الناس ذاكرتهم صغيرة، دعمنا النجم الرياضي الساحلي اللي خرج من نفق ولكن مش كل شيء نقول فيه، سابقا جاء من نفق حتى المدة النيابية اللي فاتت النادي الرياضي الصفاقسي دعمناه باللي نقدموا مع رئيس آخر، مع كيف دعمنا بنزرت، باجة، مشدوية، قفصة، حمام نعم، ستار، كل الفرق اللي طلبت من الجامعة باش دخلت دخلنا لها ودعمناها، كلهم في الدرجة الرياضية اليوم. أي تمشي راح قانوني إنه فيها مشروعية قانونية، هذا وجبنا باش نخرج معاها ومع كل الفرق التونسية، واليوم التونسي مركز على العالم الأندية وإن شاء الله ربي يوفقه باعتباره ممثل كرة القدم التونسية، وعلى كل حال حسب ما علمني به رئيس الاتحاد الأفريقي رشيد الكوب تتعب كانت في المواجهة بليد وإن شاء الله رشيد في زمان دوران درجة تدرس من الأفريقية وإن شاء الله في الخير والسلامة.